ازيك يا خالي؟ الحمد لله. معلش المتر فهمي معرفش يخليني ازورك غير دلوقتي. طمني على والدتك. الحمد لله هي اللي خلتني اجي ازورك عشان اطمن عليك. طول عمرها اصيله، خليها تدعي لي ربنا يفك الظلم عني. واكون فاكر يا عمر ان انا اللي قتلتها. خلك يا ابني عمره ما كان قاتل. انا لما عرفت انها اختارتك سبتها وانا راضي باختيارها. كان بالنسبه لي نزوه، بس كانت بالنسبه لك حب بجد، عشان كده ما كانش في داعي ابدا نقتلها، وخصوصا انها كانت رايحه لك. طب ولي حضرتك ما قلتليش العلاقه اللي بينك وبينها؟ يعني ما حبيتش اشوه صورتها قدامك. قالت لي انها هتبدا معاك من جديد. انا المهم مش ده اللي انا جاي علشانه. انا عرفت ان حضرتك عملت توكيل لمريم عشان تكمل الشغل بدارك. عشان مش عارف هخرج من هنا امتى. هو كريم بقى استغل التوكيل ده وخلص البضاعه اللي في المينا. البضاعه اللي رفضت تشتريها؟ عشان تصدقني بقى لما قلت لك ان كريم كان ليه مصلحه كبيره جدا في الصفقه دي. الله، ده بيتحداني بقى. وازاي مريم توافق على حاجه زي دي؟ مريم للاسف ضعيفه جدا قدامه. هو بقى اقنعها لغايه ما خلاها تسمع كلامه، وقال لها ان الصفقه دي كسبانه، ان احنا الاثنين ما كناش واخدين بالنا. نفسي اخرج من هنا بسرعه عشان اوقف عند حده وافهم مريم حياته. الكلب تقلقش، هو ده اللي انا هعمله لغايه ما حضرتك تطلع ان شاء الله. شكرا عمرو.